لنا زميلة أساءت إلى زميل لنا بالباطل، ولكن الله نصره ونحن لم نستطع أن نقف بجانبه خشية من بطشها بنا، فهل نأثم بتخاذلنا عن هذا الزميل؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يجب على الإنسان إذا رأى مظلوما أمامه أن يقف بجانبه ليدفع عنه ظالمه، ويظل بجانبه حتى يأخذ له الحق، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح الإمام البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده، أي تمنعه من ظلمه، فذلك نصره. البعض يتقاعس عن الوقوف بجانب الزميل عملا بمبدأ إيثار السلامة، هل هذا جائز؟ الزملاء هنا آثمون، وسوف يحاسبهم الله على ذلك، لأنهم لن ينصروا الحق ولم يقفوا بجانب المظلوم. فعن سيدنا جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يخذل مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. لكن التقاعس عن الوقوف بجانب الزميل هنا في هذا السؤال كان مبرره الخوف من بطش الظالم. هذا دليل الخذلان، وهم جميعا آثمون، لأنهم لم ينصروا الحق ولم يقفوا مع المظلوم، وكأنهم يقولون للظالم: استمر في ظلمك، فأين نصرة الحق؟ وأين الشجاعة الأدبية؟ أين هؤلاء من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وعليهم جميعا أن يعتذروا للمظلوم وأن يقفوا بجانبه، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.